أنهى إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق اتفاقه على تدريب فريق الإسماعيلي في الموسم المقبل خلفا لحمزة الجمل الذي قاد الدراويش للبقاء في الدوري الموسم الماضي والخروج من الأزمة التي عانى منها الدراويش. وعقد عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلي جلسة مع إيهاب جلال لمعرفة طلباته للوصول إلى اتفاق يقضي ببقاء الفريق في الموسم المقبل لعدم تكرار ما حدث في الموسم الحالي في الموسم المقبل. وكشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي أن هناك لجنة فنية ستكون برئاسة علب جريشة وعضوية صبر المنياوي وعماد سليمان ستقود سفينة الإسماعيلي لحسم الملفات الفنية في الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدراويش. ومن جانبها قدمت اللجنة الثلاثية التي تدير النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي الشكر لحمزة الجمل وجهازه الفني على المجهود الرائع الذي قاموا به بعدما نجحوا في العبور بالفريق لبر الأمان بعدما ظل مهددا للهبوط للقسم الثاني، إلا أن الفريق استعاد توازنه وحقق الانتصار في آخر مباراتين أمام الداخلية والاتحاد السكندري مما جعل الفريق ينهي المسابقة في المركز الحداشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.